مدير فلسفة الفاطمة كي تجي هاد الأنشطة كيما شفتوا اليوم في إطار الأنشطة اللي تعبت عليها النيابة ديال وزارة الشباب والرياضة على مستوى كاسي، الأنشطة اللي كتهتم بالجانب ديال البيئة، المجال ديال البيئة بطبيعة الحال ديال البرنامج المحلي اللي كيكون مع فاعلين ديال المجتمع المدني ومؤسسينه داخل المؤسسة ديال دار الشباب على الله في إطار نادي البيئة. هذا يعتبر كنشاط من الأنشطة اللي كنديروا على مستوى المنصب واللي كتهدف إلى غرس الثقافة الإيكولوجية أوساط الأطفال وأوساط الشباب، باعتبار هذه الثقافة كم نحن يعني في حاجة إليها اليوم بطبيعة الحال. جات هذه المبادرة يعني بالتنسيق مع جمعية رواد التربية والتعليم وجمعية ألوان بطبيعة الحال في إطار هذا البرنامج اللي كنا سابقا أننا كانوا نشتغلوا عليه على طول السنة بطبيعة الحال، واللي كنرفقوا كذلك بواحد البرنامج كذلك موضوع مؤسسة دار الشباب واللي طلقنا عليه اسم برنامج التنشيط الإيكولوجي، والذي يهدف إلى إعطاء رسائل لحماية البيئة ورسائل في مجال حماية البيئة مجال البيئة بطبيعة الحال في جو من الترفيه والترويح بطبيعة الحال، واللي حاولنا من خلاله خلق مجموعة من الوحدات التنشيطية اللي غادي تمكن الطفل اللي تمكن الشاب من اكتساب مهارات ديال التعامل مع المحيط ديالو، وكذلك في واحد الاطار ديال الابداع، واحد الاطار ديال الانتاج الذي يساهم في غرس هذه الثقافه البيئيه.